في حفل من طار المعالي بالوفا والطيب واجزال المعاني الكرم والجود خصلة من خصالة والشجاعة ورث جدة ورث خالي وام صالح صاحب الحفلة تقدم وتشرف يوم راح في الضيوف يا العروس يا دلالك يا دلالي وتشرف يوم راح في الضيوف مرحبا ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والتالي مرحبا والضيف يلقى في قدومه ضيف عود وطيب نفس وعود فالي ينضخنا بالعود الأزرق في مجية ويتي قهوة الكيف من صفرة دلالي يا لالا يا لالا يا لالي وتشرف يوم أرحب بالضيوف كرمة وكرامنا للضيف عاده ما نقلط في الصحون إلا الجمالي عادة في الابن من جدة ورثها وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغي تعلم ياخذ دروسه من كرام السبالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف كم تعلمنا القراية والكتابة يتعلم علم وافن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفه غالي السلامي صاحب الحفلة تقدم يشهد ان من مطانيخ الرجال يا لالك يا لالك يا لالي وتشرف يوم ارحب الضيوف الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد طرالي بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلة فيها السعادة والمحبة والسرور عم الأقصى والموالي يا لا 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 أفراح العروس مرحبا في حفل من طار المعالي بالوفا والطيب وجزال المعاني الكرم والجود خصلة من خصالة والشجاعة ورث جدة ورث خالي وام صالح صاحب الحفلة تقدم وتشرف يوم رحب بالضيوف يا لا 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 يا لا 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 وتشرف يوم رحب بالضيوف مرحبا ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والتالي مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس وعود فالي انضخنا بالعود الأزرق في مجية ويتي قهوة الكيف من صفرة دلالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم أرحب بالضيوف كرمة وكرامنا للضيف عادة ما نقلط في الصحون إلا الجمالي عادة في الابن من جدة ورثها وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر تعلم ياخذ دروسه من كرام السبالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم أرحب بالضيوف تعلمنا القراية والكتابة يتعلم علم وافن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفه غالي السلامي صاحب الحفلة تقدم يشهد ان من مطانيخ الرجال يا لالك يا لالك يا لالي وتشرف يوم ارحب بالضيوف الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد طرالي بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلة فيها السعادة والمحافة والسرور عم الأقصى والموالي يا لا 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 يا لا 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 وتشرف يوم أرحب بالضيوف مرحبا في حفل من طار المعالي بالوفا والطيب واجزال المعاني الكرم والجود خصلة من خصالة والشجاعة ورث جدة ورث خالي وام صالح صاحب الحفلة تقدم وتشرف يوم رحب بالضيوف يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم أرحب بالضيوف مرحبا ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والتالي مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس وعود فالي انضخنا
بالعود الازرق في مجية ويتي قهوة الكيفي من صفر الدلالي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا تشرف يوم ارحب الضيوف نكرم وكرامنا للضيف عادة ما نقلط في الصحون الا الجمال عادة في الابن من جدة ورث فوارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر يتعلم ياخذ دروسه من كرام السبالي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا وتشرف يوم ارحب الضيوف علمنا القراية والكتابة يتعلم علم وافن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفه غالي السلامي صاحب الحفلة تقدم يشهد ان من مطانيخ الرجال. يا لا لا يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم ارحب بالضيوف الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد طرالي بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي وام صالح السعادة والمحبة والسرور عم الاقصى والموالي. يا لا لا يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم ارحب بالضيوف ثلاثة ثلاثة أربعة ثمانية صفر اثنين واحد.